مناقشة ملف الدور الاستراتيجي الإيراني في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري. أهلا بكم سيدي. حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمة. يرى مراقبون أنه بالرغم من النفوذ الإيراني في عدد من الدول العربية أن إيران ما تزال قلقة من ذلك. لا، ما مدى صحة هذا الرأي؟ هذه حقيقة واقعة. يعني الآن إيران ليست كما كانت قبل سنة أو أكثر، يعني بمعنى قبل أن تقرر الولايات المتحدة الانسحاب من المعاهدة النووية، حيث الآن جل ما تهتم به إيران هو الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه. لذلك فهي الآن بدلا ما أن تكون هذه الدول التي والعواصم التي تسيطر عليها تكون هي يعني عونا لها، ربما ستكون في المرحلة اللاحقة هي عملية استنزاف لقدراتها وللمحافظة على نفوذها في تلك البلدان. لذلك فالوضع الإيراني في بلدان المنطقة هو قلق، إضافة إلى أن هناك رفض شعبي من تلك يعني شعوب تلك البلدان لهذا التواجد الإيراني، مما يجعل إيران تحاول أن تعمل على محاولاتها في التغيير الديمغرافي للحصول على الرضا الشعبي في تلك البلدان. وهذا الأمر لشد ما يعني فعلته، ولكن لم يأتي بنتائج حقيقية تساعدها في إيجاد حاضنة لمشاريعها. والدليل التظاهرات التي تحدث من أبناء المكون الشيعي الذي يعني تعتمد عليه في بناء تلك الحاضنة. نعم، بالإضافة إلى هذه الجوانب هناك جوانب أخرى تتعلق بمشاريع استراتيجية ضخمة، منها الممر في البحر الأبيض المتوسط الذي يشمل عددا من الدول. ما هي الأهداف الحقيقية لإيران من هذه المشاريع؟ هذا الحلم الذي كانت تحلم به يعني إيران طيلة الفترة السابقة، وكانت تحاول أن ترسي أسسه يعني الكاملة على مهل، ولكن الآن اشتدت حاجتها لمثل هكذا طريق بري بسبب فرض العقوبات الأمريكية عليها، لأنها تعتقد أن من خلال هذا الطريق البري سوف تحاول أن تنعش اقتصادها بتفعيل التجارة البينية بين تلك البلدان، وأيضا الوصول إلى البحر الأبيض من خلال السيطرة على ميناء اللاذقية. لكن هذا المخطط يشوبه الكثير من العراقيل، يعني ناهيك عن أنه يعني موانئ سوريا هي مسيطرة عليها من قبل يعني روسيا، ولا نظن أنه سوف تسمح روسيا لإيران بالسيطرة عليها، إلا أن حتى الطريق المار الآن في العراق كما ذكر تقريركم، فالطريقين سواء الذي يمر في يعني مناطق شمال بغداد او الذي يمر بمحاذاة كردستان سوف يفجر ايضا ازمه جديده ما بين الحكومه العراقيه وما بين اقليم كردستان، كون هذا الطريق يمر بمناطق بما تسمى المناطق المتنازع عليها، وهذا سيشعل مشاكل كبيره يعني ربما تحول يعني لإتمام مثل هكذا طريق بري بين طهران إلى البحر الأبيض المتوسط. بالحديث عن الحكومة، وردت أنباء عن زيارة وفد إيراني لبغداد اليوم، كيف تتوقعون أن يكون دور حكومة بغداد في إتمام هذا المشروع الإيراني؟ والله يعني أنا في ما يخص الكلام عن يعني عن حكومة بغداد، يعني هي كحكومة لا حول لها ولا قوة، تتجاذبها الصراعات الدولية ما بين إيران والولايات المتحدة، وهي غير قادرة على إيجاد مكان وسط في هذا الأمر، بدليل أن يعني اليوم نشر خبر بأن الممثلة الأممية للأمم المتحدة في بغداد هي تتواصل مع السفير الإيراني في بغداد بشكل مباشر ولتناقش الحالة الأمنية والسياسية في العراق، وهذا معناها أن الأمم المتحدة وكذلك القوى الدولية تجاوزت الحكومة العراقية كونها مسلوبة الإرادة وليس لديها قرار وطني مستقل بعيدا عن إيران، فهي غير قادرة على فعل شيء وسوف تمتثل للأوامر الإيرانية والتي بدورها
ستجلب مشاكل عديدة للعراق مع الولايات المتحدة. الحديث عن هذه المشاكل أستاذ نظير، ما توقعاتكم لنتائج أو انعكاسات هذا المشروع الإيراني على أمن العراق ويعني استقراره؟ يعني كما ذكرت لحضرتك، يعني هذا الطريق البري ربما سيفجر مشاكل ما بين حكومة المركز وحكومة إقليم كردستان، بالإضافة إلى أنه سوف يعطل يعني مشاريع إعادة الإعمار، كون أن الدول التي ربما لديها نية للمساهمة في إعمار العراق هي لا تريد أن تنعش المشروع الإيراني بإنشاء مثل هكذا طريق وبأموال المانحين. لذلك الصراع ربما سوف يتأجج بأكثر مما هو متأجج الآن في داخل العراق بسبب هذا الخط البري، وسوف يعني هذا الأمر ينعكس سلبا على الاقتصاد العراقي. يعني الآن حالة العراق كمن هو يحمل فوق ظهره 100 مليون مواطن إيراني يعتاش على الاقتصاد العراقي. إيران حاليا محاصرة وتعتمد بشكل كبير جدا على الاقتصاد والتجارة مع العراق، وكذلك الأمر ينطبق على سوريا ولبنان، يعني الاتفاقيات الجديدة هذه التي تبرم مع العراق هي في غالبها على حساب الاقتصاد العراقي، كون العراق ليس لديه شيئا يصدره لتلك البلدان، إنما هو سوق مفتوحة لمنتجات كل تلك البلدان وعلى رأسها النظام الإيراني. شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.